بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة. نعم، وذلك في ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المحافظات السورية والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. قد عرب سموه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه فخامة الرئيس السوري ولأسر الضحايا وللشعب السوري الشقيق في هذا المصاب الأليم، راجيا سموه الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا سموه تضامن مملكة البحرين حكومة وشعبا مع الجمهورية العربية السورية في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية، داعيا الله أن يحفظ الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق من كل مكروه.